متابعينا يا فرح بي صباحنا، واكيد ما بيمروا عيد المولد النبوي بدون الانشاد الديني يلي دمشق دائما اشتهرت بفرقتها، الفرقه الانشاديه يلي دائما بتعطي الطعم والروحانيه الغير لجميع الاعياد وخاصه بعيد المولد النبوي. اليوم بيصيرنا نرحب بفرقه الفيض الالهي للانشاد الديني للاستماع وللتحدث اكثر عن الانشاد الديني وخاصه بعيد المولد النبوي. صرنا نرحب بالسيد محمد الفاتح، اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. وايضا السيد محمد وفاء، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. طبعا حضرتكم رؤساء فرقه الفيض الالهي وايضا مالك دياب على الايقاع، اهلا وسهلا فيكم وكل عام انتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير يا رب. تفاصيل كثير رح نحكيها اليوم عن تاريخ الانشاد الديني والمعاني ومراحل خلينا نقول التطور لحتى وصلنا لهي المرحله، لكن بالبدايه بدنا نبدا ونفتح صباحنا مع انشوده من اختياركم، تفضل. ان شاء الله. ربيع السرور أنار السبيل، ربيع السرور أنار السبيل، وأهدى لنا كسا سبيلا وأهدى لنا كسهوس السبيلا بمولد خير الأنام الذي له الله كان ولي كفيلا، له الله كان وليا كفيلا. ترى يا إلهي نزور الحما وأنظر وادي قبى قد بدا، وأنظر وادي قبى قد بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل نبي الهدى محيا للردى ومجلي الصدى، وهو مهدي السبيل وألثوم ذاك ضريح الذي تضمن خير الأنام الرسول إلهي بمن قد أتى للورى بدين وعلم ينير العقول، بدين وعلم ينير العقول أنيل شفاعته واهدنا وهبنا التقى وأنلنا الوصول وهبنا
صلوا على ذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي صلى الله عليه وسلم. لكم يعني بالبداية أستاذ إذا حدا منكم بحب ما بعرف مع مين بلش مع الأستاذ تفضل كيف فينا نحن هيك نحكي شوي عن تاريخ ونشأة الإنشاد الديني وارتباطه بالأعياد. هلا نحن أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للإنشاد الديني هو مرتبط كل الارتباط بالشعر. الشعر قديم جدا وكانوا الشعراء يتنافسون بالشعر وكذا، لكن عندما جعل الشعر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أفضل الشعر الذي يخص حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمن وقت ما نشأنا من صغرنا يعني نشأنا في مجالس الذكر ومجالس صلاة على النبي، نرى فيه المنشدين يعني يتنافسون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويتنغمون بأنغام المقامات الموسيقية التي تخص ضمن مجال الإنشاد الديني يعني والشعر. ويعني الإنشاد قديم جدا جدا يعني مئات السنين، ومثل ما قلنا نشأنا لحنا في الشام وجدنا أنه في فرق إنشادية كانت تقتصر على الإنشاد الحر بدون عازف إيقاع أو شيء، وكان الشغل فالت نوعا ما. ثم أتى العلم من بعد منه، علم الإيقاع وعلم الضوابط والمترونوم وكذا، دخل بقى الجمال، جمال الإيقاع وجمال النغمة وجمال العلم على الإنشاد الديني، فأصبح الإنشاد سائد في بلدنا وبأكثر البلدان يعني فيها الإنشاد الديني موجود فيها يعني. لكن عنا يمتاز الإنشاد والله أعلم طبعا بإخلاص المنشدين، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجعلنا من المخلصين إن شاء الله. خلينا كمان نعرف من حضرتك أستاذ عن أنواع الإنشاد الديني. أستاذ محمد هو المتحدث الدائم. هلا الإنشاد الديني نوعية يعني المقامات ولا نوعية الموشحات ولا كذا؟ الموشحات نعم. هلا الموشحات فيها موشحات أندلسية غزلية، في موشحات طبعا بالدرجة الأولى اللي حنقول الابتهالات، موشحات التي تخص الذات الإلهية، في موشحات تخص الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم مديح يعني، في موشحات غزلية أندلسية يعني فيها عدة أشكال. والموشح يكون مندرج على سكة معينة على ميزور معين وكذا، في طقطوقة تجي صغيرة يعني ما بيسموها بتحرك الجو يعني. فالإنشاد حسب الشعر الموجود بيندرج بقى تحت مسمى الابتهال الإلهي، الموشح الديني، الطقطقة السريعة، أشغال القوم، أشغال القوم السادة الصوفية التي يذكر فيها الصالحين يعني وكذا. فهي أنواع الإنشاد الديني نوعا ما. تمام. يعني كمان اليوم خلينا هيك نحكي عن ارتباط الإنشاد الديني مع الأعياد وتقريب يمكن الدعاء وال يعني من الناس خلال فترة الأعياد. نعم. قديش اليوم الإنشاد الديني هيك مرتبط بالناس وبيعطي هيك روح حلوة؟ والله هو الإنشاد غذاء للروح يعني، وكل شيء
كل مناسبة تندرج تحت مسمى ديني، يعني إذا كان فيها قراءة قرآن، كان فيها مديح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله، إذا كان فيها إطعام الطعام، إن كان فيها، هاي كلها من الأشياء الجميلة اللي يعني تعطر المجلس، تعطر المناسبة ويكون فيها خير كثير إن شاء الله. يعني مثل ما تفضل الدكتور، إنه الدكتور أحمد الله يحفظه ويبارك فيه، إنه موضوع بيجي مثلا مولود بيعمل له مولد، بيفتح عمل شركة كذا، بيشتري سيارة بيعمل مولد، فيعني بيحس إنه هذا الشيء يطهر الشيء اللي بده يساويه، يعني بيعطره أو مو يطهره، يعطره يعني. إيه إن شاء الله تعالى. والمناسبات الدينية بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن أعطرها هي المولد النبوي، لأنه هو عيد الأعياد كلها، هي ذكرى لولاها لم يكن لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أي عيد. يعني حابين نسمع كمان من الأناشيد الدينية من اختيار حضرتكم. راحت الأطيار تشذو بليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد. أجيال عيد عندما
شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد بليالي المولد. شكرا كثير لكم. خلينا قبل ما نختم مع حضرتكم نحكي عن فرقة الفيض الإلهي للإنشاد الديني، إما تتأسست والمشاركات، وكان لكم أكيد مشاركات دينية عديدة، هل هناك كمان مشاركات خارج سوريا؟ كيف بتسوقوا لحالكم كمان عبر السوشيال ميديا بالمناسبات؟ خلينا نحكي إن شاء الله. هلا احنا مثل ما ذكرت لك، احنا بفضل الله نشأنا في مجالس الصلاة على النبي ومجالس الذكر من وقت ما كان يعني عمرنا 5 سنوات و6 سنوات، فنشأنا بهي المجالس وكنا نراقب المنشدين الكبار شلون كانوا يشتغلوا، شلون كانوا ينجدوا، شلون كانوا يمدحوا. منهم يلي يعني يتميز بصوته، ممكن منهم من يتميز بروحه، ممكن يتميز بحضوره. فنحن كنا نغب من هون ومن هون نتعلم شلون يأدوا وكذا. طبعا سيدنا الوالد والدنا هو من مشايخ الطريقة الشاذلية، فنحن نشأنا عنده وتعلمنا عنده. طبعا المنشد بدون قرآن ما بيكون في عنده مخارج صحيحة، ما عنده لفظ صحيح، المفروض انه يتعلم القرآن مخارج الحروف وينشأ على هذه النشأة. لكن ما يعمل فرقة ويطلع الا من بعد ما يتعلم. يعني نحن على مدار 20 عام تقريبا او اكثر شوي، ونحن نحضر المجالس ونتعلم، نحضر المجالس ونتعلم، الى ان الله سبحانه وتعالى كتب لنا انه ننشئ هذه الفرقة من يعني من 6 سنوات تقريبا او 5 سنوات. هلا الفرقة وقت انشأناها نحن على اتفاق طبعا وبالاذن من مشايخنا، من شيخنا طبعا، انه نحن في اذن نساوي الفرقة، قال تفضل، لكن مع المحافظة والضوابط وكذا، والله سبحانه وتعالى هيئ لنا كبار الأساتذة اتابعنا. طب خلينا هيك نحكي عن أعضاء الفرقة أيضا، هي الفرقة فيها إيقاع وفيها غناء وفيها كورال، وشو الآلات المرافقة؟ شو هي الأصوات يلي أنتوا ممكن تقبلوها بالفرقة أو ما تقبلوها؟ مين الأشخاص يلي بيمتلكوا يمكن نوع محدد من الأصوات؟ نعم، هلا أعضاء الفرقة كلهم نشأوا في مجلس الصلاة على النبي عند الوالد. كلياتهم مريدين وطلاب علم عند الوالد. طبعا ما يعني هلا في ناس مثلا دخلت علينا جديده، ممكن انه من جديد التزموا عند سيدنا الوالد وكذا، لكن هي بشكل عام المنشد اذا تحقق عنده شروط سلامه النطق، المخارج الحروف، عدم يعني النشاز، احنا بنسميه نشاز، انه ماشي على السكه الصح، فهذا يعتبر مقبول باي فرقه، مو بس بفرقه الفيض الالهي، يعني بياخذوه بيساعدهم بالكورال بالجماعي وكذا. هلا الفرقة تتألف من كورال وإيقاع ورئيس فرقة أو اثنين أو ثلاثة حسب ما، يعني في فرق مثلا شخصين، في فرق ثلاثة، في فرق أربعة. المهم هدول الانسجام هذا بيكون بين الكورال ورئيس الفرقة لا يأتي إلا عن طريق التدريب، البروفات. فهي البروفات بتقوي رئيس الفرقة وبتقوي الكورال اللي معه. طبعا ترافق هذه الفرقة، تجمل هذه الفرقة أساتذة الإيقاع، وبتكونوا عارفانين شو عم يعزفوا وشو عم يدقوا. طبعا نحن بمجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ندخل إلا الدف والرأ، وإذا كان مثلا لزم الكاتم اللي هو عبارة عن دف دائري على قواعد نستعمله. بالحفلات الأكبر ممكن نستعين مثلا إذا كان فلا أو شيء نستعين بالجهاز الرتميك، بيعطي دم وتك مثله مثل الدف. أما آلات غير هيك ما مندخل، لا أبدا، إنه موسيقية أو كذا لا، نحن ضمن الضوابط يعني هي. ودائما نحن نأخذ الموشح من أصله ونشتغل عليه، إذا لم نجد له يعني مين قاله من الأصل ولقيناه بقى متواتر عند المنشدين
ناخذه ومنشوف اذا كان في اي اخطاء بنصححها مع كبار الاساتذه وكذا ومنأديه بطريقه سليمه باذن الله تعالى. كثير حلو. بالختام حابين نختم كمان بانشوده من حضرتك. ان شاء في يوم مولده المديح سعادة ذكرى تضيء وللقلوب دواء مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره. يا طيب مبتدأ من هو مختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شكرا كثير لكم فرقة الفيض الإلهي للإنشاد الديني، شرفتونا وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير. يا خير إن شاء الله، بنعاد على الأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. بنعاد عليكم يا رب وعلى كل أعضاء الفرقة لو ما كانوا معنا، بس أكيد حضرتكم بتمثلون. شكرا كثير لكم وكل التوفيق. الله يكرمك. شكرا.